بسم الله الرحمن الرحيم. أمس الساعة 8:30 تماما في حيث عباد تعرضنا للقصف من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح. أصيبت فيها أختي. بصراحة كنا آمنين، ما كناش نتوقع حتى أن القذيفة للبيت، بس حسبي الله ونعم الوكيل. هذا دليل الهزيمة، مش دليل يعني شجاعة ولا رجولة ولا حتى شهامة. يعني ايش بيستفيدوا لما يقصفوا حريم ولا اطفال ولا يرملوا نساء؟ ايش بيستفيدوا؟ بيستفيدوا حاجه، بالعكس بيزيدوا ذنوب، بيزيدوا معاصي. ربي ما نصرهمش لحد الان. ليش؟ مع انهم معاهم اقوى السلاح، معاهم يعني ايش اقول؟ يعني اقول ما اقول، حسبي الله ونعم الوكيل. هذه اساسا ضعف ونذاله وحقاره. حسبي الله ونعم الوكيل في بهم. يعني ما بيستفيدوش غير انه ذنوب واثام ودعاوي ناس مظاليم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ما اقدرش اتكلم. نحن عانينا، ما فيش مستشفيات او اولا بالصل، والمنطقه بعيده، تبعد حوالي كذا 3 ساعات. لا 3 ساعات. ايوه، لما اصبت من هناك نقلنا لسياره للموقع، للمستشفى اللي هو اسعاف او اسعافات اوليه، وبعدين نقلنا لا هنا، قسيتوا لا هنا لما وصلت هنا بعد العصر. ما مش بطانيه ولا اي حاجه فوقها؟ خلاص اللي بلاده كله خلاص. يا احمد
بسم الله الرحمن الرحيم. أمس الساعة 8:30 تماما في حيث عباد تعرضنا للقصف من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، أصيبت فيها أختي. بصراحة كنا آمنين، ما كناش نتوقع حتى أن القذيفة للبيت، بس حسبي الله ونعم الوكيل. هذا دليل الهزيمة، مش دليل يعني شجاعة ولا رجولة ولا حتى شهامة. يعني إيش بيستفيدوا لما يقصفوا حريم ولا أطفال ولا يرملوا نساء؟ إيش بيستفيدوا؟ بيستفيدوا حاجة، بالعكس بيزيدوا ذنوب، بيزيدوا معاصي. ربي ما نصرهمش لحد الآن. ليش؟ مع أنهم معهم أقوى السلاح، معهم يعني إيش أقول؟ يعني يقول ما أقول، حسبي الله ونعم الوكيل. هذه أساساً ضعف ونذالة وحقارة، حسبي الله ونعم الوكيل في بهم. يعني ما بيستفيدوش غير أنه ذنوب وآثام ودعاوي ناس مظاليم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ما أقدرش أتكلم. نحن عانينا، ما فيش مستشفيات أو أولاً بالصل، والمنطقة بعيدة، تبعد حوالي كذا 3 ساعات. لا 3 ساعات. ايوه، لما وصلت من هناك نقلنا لسياره للموقع، للمستشفى اللي هو اسعاف او اسعافات اوليه، وبعدين نقلنا لهنا، قسيتوا لهنا لما وصلت هنا بعد العصر.